انا بشكر حضرتك على دعوتي لحضور الميتنج ده، وطبعا بنقول عقبال كل سنه، وبشكر المنصه كلها وكل الزملاء الحضور وكل الناس اللي هم فيرتشوال اللي بيسمعونا دلوقتي. انا هتكلم على جزء مهم جدا بياخد مننا وقت في الادوكيشن في العياده، وخاصه في الفيرست برزنتيشن بتاع تايب 1 دايابيتس اللي هو الدايتيتك مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس. الحقيقه الدايتيتك مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس هو واحد من الكورنر ستونز اوف تريتمنت اوف دايابيتس مع الانسولين والاكسرسايز، وطبعا كل هذه النقاط هتتغطى في السيشن النهارده. في الحقيقه ان الدايت دايتيتك مانجمنت له 3 تارجتس اساسيين. انا مش عارف ليه شكل السكرين كده، لا بيدخلوا على بعض، لا هما بيحصل اوفرلاب. في عندنا 3 تارجتس للدايتيتك مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس. اول حاجه البلاد جلوكوز كنترول، الحاجه الثانيه الويت كنترول، لان احنا بنشوف الاطفال بتوع تايب 1 بياخدوا انسولين، والانسولين از لايبوجينيك دراج، وبالتالي بعد كده بيحصل اوفر ويت، وده يدخلني في مشكله ثانيه الانسولين ريزيستنس. الحاجه اللي بعد كده تو بريفنت الشورت اند لونج تيرم كومبليكيشنز اوف تايب 1 دايابيتس. في الحقيقه مفيش وجبه تناسب الكل، احيانا بيبقى عندنا في الفاميلي طفلين ولكن كل واحد مختلف عن الاخر ان ذا سيم فاميلي بالرغم ان هم اثنين اخوات، بمعنى ان في بيرسوناليزيشن اوف ذا دايت ان ذا تايب 1 دايابيتس. ازاي هنعمل سيتنج اب اوف دايابيتك دايت؟ اول حاجه بنحسب التوتال كالوريك انتيك بالنسبه للطفل ده، ودي بتعتمد على الايج، بتعتمد على الجندر، بتعتمد على الفيزيكال اكتيفيتي، هل هو يعني ما بيمارسش اكسرسايز ولا بيعمل اكسرسايز بالاضافه الى الويت. بعد كده بنعمل لازم يبقى في جود دايتري ديستريبيوشن اوف كربوهيدراتس والفات والبروتين. الكارب بالنسبه لنا بتمثل 55% من التوتال كالوريز اللي الطفل هياخدها، عكس ما كل حتى الاطفال عندنا الامهات تقول ازاي اديله كارب بالرغم ان عنده دايابيتس، لا هي لازم الكارب هتمثل نسبه كبيره جدا 55%، الفات تمثل 30% والبروتين 15%، وكل دول لهم كاونت وهنتكلم عليهم. طيب كل ده في الاخر لازم نقسمه الى براكتيكال هيلثي ميلز اللي هم 3 مين ميلز، فطار غدا عشاء و3 سناكس او 2 سناكس. طيب ازاي بنعمل اول حاجه للكارب نعمل له كاونتنج؟ بالنسبه للكارب كاونتنج هو عباره عن يعني طريقه للميل بلاننج، دي لها تو ميثودز عندنا شهيرين جدا بنستعملهم اللي هم الكارب تشويسز اللي هو نقاط الاكل، الحاجه الثانيه الجرامز اوف كارب. هنبدا بالكارب تشويسز. 1 كارب تشويس او نقطه اكل تمثل عندنا قد ايه؟ 15 جرام اوف كربوهيدراتس. طيب ايه اهميه الكارب كاونتنج؟ الكارب كاونتنج مهم قوي ان بيحصل معاه فيور فلكتويشن وبلاد جلوكوز، ما لاقيش هايبر ولا هايبوجلايسيميا كتير. الحاجه الثانيه مفيش اوف ليميتس اوف فود، بمعنى ان العيل عايز يغير اي نقاط اكل يعني ياخد نقطه بدل فاكهه يبدلها بمثلا ملك، بدل ملك يبدله بحاجه من البريد الى اخره، كل ده وارد ان هو في فلكسبيليتي جامده جدا، ودي اهميه الكارب كاونتنج. لكن اوعى ننسى البروتين اند فات، ودي هنهي بيها المحاضره بتاعتي. طيب بالنسبه للكارب بتتحسب في 5 حاجات، انا ده عامل له موديفيكيشن حسب الايجيبشن دايت، الكومن ايجيبشن دايت اللي هي عندنا. في عندنا 5 حاجات اللي احنا بنعدهم في الايجيبشن دايت. اول حاجه الستارش، البقوليات، عندنا الخضار النشوي، عندنا الفاكهه والالبان ومنتجاتها. هنبدا باول حاجه الستارش. الستارش في اكلنا احنا المصريين هم 5 حاجات. الخمس حاجات دول ده لازم نقول للعيان ان لازم معظم الكارب بوينتس او نقاط الاكل هناخدها من الستارش، وبنخلي نقطه هناخد من 4 نقاط التانيين، يبقى هي المين بورشن اوف كارب كونتنتس اوف ذا ميل. فهنبدا باول حاجه هم 5. اول حاجه اللي هو العيش. العيش ده اساسي بالنسبه للطفل
فطار وعشاء، لازم ياخد عيش فطار وعشاء، وده الافضل. وليه؟ هنفهم، عشان الجلايسيميك اندكس بتاعته اقل بكتير، وخاصة العيش المصري. لكن احنا بيقابلنا في مصر ان احنا الاحجام العيش مختلفة حسب السعر زي ما حضراتكم شايفين، فبالتالي الام لازم من الاساس يبقى عندها ميزان في البيت توزن رغيف العيش اللي هي بتجيبه. طب افضل رغيف عيش ايه؟ في الحقيقه هو الرغيف العيش اللي بتعمله الحكومه، اللي هو مدعم للناس الغلابه، ده انضف رغيف عيش على الاطلاق. لدرجه انا مش عايز اقول لكم، انا شفت خواجات واختلطت بخواجات كتير جدا، تخيلوا هم خارجين من مصر بياخدوا معاهم ايه؟ العيش بتاع مصر ده، بياخد من مصر عيش، ياخد من مصر العيش ده، الهديه اللي بياخدها بيها او بيطلع بيها من مصر العيش اللي هو المدعم ده. طيب فاحنا بنقول عندنا 30 جرام وزن من العيش بيساوي 1 كار بورشن، يعني نقطة أكل. الرغيف العيش المدعم بتاع الدولة ده هو وزنا 90 جرام، حطه على الميزان عندك هيطلع 90 جرام، يعني تلت رغيف يساوي 1 كارب تشويس. الحاجة التانية الرز. الرز عندنا والأربع حاجات اللي هقولهم دلوقتي، الرز ومكرونة محاشي والكشري، دول في الغداء، نخليهم فين؟ في الغداء. طب يا ترى الرز الأبيض ولا الرز البني الأفضل؟ في الحقيقة الرز البني. طب الرز المصري ولا الرز البسمتي؟ الرز البسمتي افضل. ليه؟ مختلفين عن بعض في الجلايسيميك اندكس، وهجيب سيره هذا الكلام في الاخر وهتشوفوه بعينيكم. عندنا الرز بنحسب قد ايه؟ معلقتين من الرز بيعتبر 1 كارب تشويس. المكرونات بقى، كل انواع المكرونات على الاطلاق 3 معالق من بتوع الاكل بتاعتنا تساوي 1 كارب تشويس، ما عدا 3 اللي هم الاسباجيتي والشعريه ولسان العصفور. ليه؟ برضو لان هم استريكس، يا رفيعين جدا، فبالتالي بيتهضموا بسرعه ويحصل لهم ابزوربشن بسرعه، فالجلايسيميك اندكس بتاعهم عالي، فبيحسبوا زيهم زي الرز، يعني معلقتين منهم ب 1 كارب تشويس. بعد كده الكشري معظمه مكرونه اقلام، الرز فيه قليل والعدس والكلام ده كله، لكن الاساس كله معظمه مكرونه اقلام، فحسبوه كده يعني ايه كوتا على بعضه، 3 معالق من الكشري يعتبروا 1 كارب تشويس. المحاشي هي افضل شيء على الاطلاق لو الام عندها وقت. ليه؟ اول حاجه الرز بتاع المحشي عليه خضره، والخضره دي لما بحطها على الرز هتخليني ازود الكميه، بمعنى احنا قلنا المعلقتين من الرز 1 كارب تشويس، لما تعمل خلطه المحشي الاربع معالق من الخلطه بتاعه المحشي دي 1 كارب تشويس. وبالتالي الام بقى شطرتها بنقول لها ان انت لما تيجي تحشي ورقيات زي ورق العنب والكرنب اللي شايفينه قدامكم ده، كبري الورقه وقللي الرز، هنلاقي الاربع معالق دول بيعملوا من 12 ل 14 صباع محشي، دول يملوا عين العيل ولا معلقتين رز؟ اظن دول هيملوا عين العيل افضل، بس الام يبقى عندها وقت. طب تيجي بقى الحاجات اللي بتتقور زي البدنجان وزي الكوسه، بلاش الفلافل دي، الفلفل ما يستحبش في المحاشي على الاطلاق لان بياخد رز كتير، لكن الفلفل هنستعمله في السلطات، لكن بالنسبه لنا هنستعمل الكوسه والبدنجان. بس بنقول للام اذا سمحتي بلاش الطريقه اللي حضرتك بتستعمليها في البيت، ويبقى عندك ضمير قوي في تقوير اللي هو البدنجان والكوسه، هي ضربه مقوار واحده وتسيبي فيه لحم في البيت، في بتاع ده بيبقى طعمه جميل جدا، وبالتالي كل الناس عايزه تعمل نظام رجيم او نظام دايت، الكلام ده مفيد جدا، هيشبعهم وينبسطوا بدون اي مشاكل في الويت جين. نيجي بعد كده البقوليات عندنا، والبقوليات دي هتبقى مهمة عندنا جدا في وجبة الفطار، وفي أنواع منهم هنستعملهم في الغداء. عندنا البقوليات الفطار الصبح إيه؟ كلنا لقينا الأساسي على الفطار كان في الفول، معلقتين من الحب بتاع الفول بيساوي 1 كارب تشويس. الطعمية، القرص طعمية المدور ده أو المكور اللي احنا شفناه على الفطار، على الفطار ده الواحدة بنص نقطة، لكن القرص الكبير ده بنقطة كاملة. طيب عندنا العدس، شوربة العدس، لو تعمل حاجة شوربة عدس في الغداء، الطبق الشوربة اللي هو البولة الصغيرة دي هو بياخد قد ايه؟ معلقتين من العدس والباقي شوربة، ما بتحسبش، يعني يعتبر اللي هو المج بتاع شوربة العدس يعتبر 1 كارب تشويس. اللي عندنا الفاصوليا واللوبيا لو استعملتهم كخضار في الغداء برضو المعلقتين ب 1 كارب تشويس، قلنا الشوربه مش محسوبه. بعد كده عندنا الستارشي فيجيتابلز اللي هو الخضار النشوي، اول حاجه عندنا البطاطس، البطاطس اللي كانت معموله بوري دي بنقول 3 معالق
يساوي 1 كارب تشويس. طب الام عايزه تقطعها وتقليها وتعملها للطفل بطاطس مقليه، والعيال الاطفال كلهم بيحبوها، وناخد الشيبس والحاجات دي دلوقتي. طيب الصوابع بتاع البطاطس دي حسب حجم الصباع بيتراوح من 7 لـ9 صوابع، اذا كانوا الصباع كبير يبقى 9 صوابع، اذا كانوا الصباع صغير يبقى 7 صوابع تقريبا. طيب البطاطا برضو 3 منهم يساوي، مش 3 بطاطات، 3 معالق يساوي 1 كارب تشويس. بعد كده القلقاس، ودايما القلقاس لما نيجي نكلم الاجيال الموجوده دلوقتي من الاطفال ايه القلقاس ده ما يعرفوش، فنوري الصوره كويس اكنه حاجه من عبق التاريخ. يعني القلقاس من الحاجات المفيده جدا، الثلاث معالق منه 1 كارب تشويس. البسله الخضراء 1 كاب او 3 معالق يساوي برضو 1 كارب تشويس اذا كانت مطبوخه، اما لو محطوطه على السلطه ما بتتحسبش. بعد كده عندنا الفاكهه. الفاكهة عندنا بصفة عامة دي لو العيل هيحلي يحلي بالفاكهة، ده الأفضل، مش تبقى محضرة له كيك وبسبوسة والكلام فاضي ده كله، الأفضل الفاكهة. بس بصفة عامة بنقول الفاكهة ثمرة فاكهة متوسطة الحجم في حجم قبضة اليد الواحدة، بمعنى إن تقريبا عبارة عن 100 جرام، يعني الكيلو من أي حاجة من دول يعمل 10 حتت كويس، يعني 100 جرام من أي نوع من الفاكهة تقريبا هيساوي 1 كارب تشويس، 100 جرام للتسهيل اهو. ال 100 جرام حسب بقى الوزن اللي انت هتجيبه، وقلنا المفروض الام عندها ميزان في البيت بتوزن ثمره الفاكهه ديك، طلعت كذا، طلعت الفاكهه كبيره 200 جرام يبقى هتدي له نص ثمره الفاكهه الى اخره، يعني 100 جرام في المتوسط بيساوي 1 كارب تشويس، ما عدا الجوافه، الجوافه 150 جرام بيساوي 1 كارب تشويس. زي ما انتم شايفين كده برضه، لو هتوزن من الكيوي هتوزن من المشمش غيره، ده كله 100 جرام. دي كل الفاكهه بقى اللي قدام حضراتكم كده. بعد كده في عندنا حاجات بتتعاير بالكب. اما نجيب سيره كب، 1 كب هو 250 مللي، المج اللي حضرتك بتستعمله في الشاي ده اللي هو لو ايد ده هو 250 مللي، ودي حاجه ستاندر ايا كان شكله، تمام، هو 250 مللي. 1 كب من البطيخ المتقطع، من الكنتالوب، من التوت والكريز والكلام ده يساوي 1 كارب تشويس. لكن الاناناس فيه سكر عالي يبقى 3 ارباع كب، نص كب من اللي هو يعني كوكتيل بقى من الفاكهه يبقى هنا نص كوبايه. الجوافه اسف الفراوله اذا كانت حبه برضه بتعايره بس 1.25 كب. دلوقتي كل سنة طيبين رمضان، الولد يحط له زبيب وياكل زبيب ولا لا في الاكل بتاعه، تحط له على الرز زبيب ولا لا، بنقول لها ربع كب من الزبيب يساوي 1 كارب تشويس. العنب برضو 100 جرام تقريبا من الحب الكبير 10 حبات، من الحبات الصغيره 17 حبه. طيب الجوسز بصفه عامه مش مستحب على الاطلاق ولا ننصح بيها على الاطلاق، لكن اذا كان ولا بد احنا بنقول للام ان نص كب من الحاجات دي الاورنج جوس الجريب فروتس والبين ابل والابل جوس 1 كارب تشويس، لكن العنب والكوكتيل والبرقوق تلت كوبايه فقط لا غير. طيب بعد كده عندنا الميلك برودكتس اللبن ومنتجاته. في الحقيقه الالبان عندنا في مصر مختلفه عن بره، وكلكم حضراتكم رحتوا مثلا كل يعني الواحد فينا بيسافر بره يقول ايه اللبن اللي عندنا ده، حاسين احنا بنشرب ميه ملونه كويس. وده فعلا لما تيجي تبص بقى على الكارب اللي هي موجوده في اللبن بتاعنا، كل 200 مللي من الحليب، 200 مللي من الحليب يعني تلتين كوبايه، هتلاقي مكتوب 9.8 وهتشوفوها بعينيكم دلوقتي 9.8 من 10 جرام اوف كارب، يعني كوبايه الحليب 300 مللي تساوي 1 كارب تشويس. طيب علبه الزبادي ال 105 جرام هنشوفها دلوقتي، هتلاقي مكتوب على علبه الزبادي ال 100 جرام فيهم 5 جرام كارب، يعني علبه الزبادي ال 105 تقريبا تلت نقطه. طيب اذا كان مثلا الولد بياخد حليب بالشوكولاته، حليب بالفراوله، حليب بكذا، لا هياخد نص الكميه. لما نقول مثلا اذا كان بنقول ان هو 300 مللي يعتبر 1 كارب تشويس، لا هيبقى 150. بعد كده عندنا بقى فودز ما فيهاش او اسف فيها لو كارب اللي هو اقل من 5 جرام بير بورشن، ده ما بنحسبهاش، زي كل الخضروات اللي بنستعملها في السلطات اللي قدام حضراتكم دي كلها، كل ده
استعمله في السلطه، سلطه امن جدا وكويس جدا بالنسبه للطفل، وبيحسن الجلايسيميك كنترول بتاعه جدا. ليه؟ لان يعني بتقلل الجلايسيميك اندكس بتاع الاكل اللي بيتاخد معاه. الملوخيه العيال بتحبها جدا، الملوخيه مش محسوبه، يشرب ملوخيه للصبح تمام. الفول الاخضر هياكله برده مش محسوب، لكن ادام اتعمل يعني انطبخ خلاص هيتحسب. برضو البامية من الحاجات اللي بتستعملها كخضار ومش محسوب، بالنسبة برضو للناس اللي بتعمل دايت برضو مش محسوب هذا الكلام. الثوم، البصل، كل ده حاجات مهمة جدا عندنا في الأكل بتاعنا وما بنحسبهاش. هتقابلنا الأم حاجات مهمة قوي هتقولها لنا، طب الولد محتاج الشيء الفلاني ده بقى غير اللي أنا قلته ده، احسبه ازاي؟ بنضطر ان احنا نعلمها حاجة تانية اللي هو ايه، الجرامز اوف كارب. الجرامز اوف كارب يعني لازم تتعلم ان هي تقرأ الفود ايه، الفود ليبل. وفوجئت على مستويات عالية جدا من التعليم اول مرة يسمع الفود ليبل ده لما جالي بابنه كذا، الفود ليبل ده انا عمري ما بصيت عليه. احنا كمصريين ما مش عاودين نبص عليه من اصله كويس، ما بنبصش عليه، ياخد يفتح الحاجه وناكلها لكن لا نعرف فيها ايه ولا ما فيهاش ايه. الفود ليبل لازم يتعلم يقراها، ما بنشغلوش بكل هذا الكلام. بيهمنا ان هو يبص على حاجتين بالنسبه لنا هنا في مصر، اللي هم الكارب والفايبرز. يشوف قد ايه في البورشن اللي هياخده ده، الحاجه اللي هياخدها دي قد ايه كارب وقد ايه فايبرز. بره في حاجه اسمها الكحوليك شوجرز، الالكحوليك شوجر برضو بنحسبه. ازاي بقى الكلام ده؟ بالنسبة للكارب هي الاساس، كربوهيدرات كام؟ 31 جرام قدامكم هم. طيب هنطرح منها الفايبرز، لو في ايه فايبرز، لو في الكحوليك شوجر نص الكمية بنسحبها بايه برضو بنطرحها. يبقى بنطرح من التوتال كارب حاجتين، الفايبرز ونص الالكحوليك شوجر. ادي الزبادي هوا كلمية وخمسة جرام، شايفين فيها قد ايه؟ 5 جرام كارب. طيب تعالوا بصوا بقى لل 200 مللي من الحليب اهو، ده عندنا في مصر اهو المراعي تمام، في قد ايه؟ 9.8 جرام. ما فيش لبن في العالم في هذا الكم، كم الكارب اللي فيه اعلى بكتير جدا تمام. طيب عايز كيس دريتوس ده اللي بياكلوه تمام، هل حد بص على كيس دريتوس وشاف فيه قد ايه كارب؟ كل الاكياس دي، الكيس اللي هو الصغير الحجم الصغير تمام، بالنسبه لنا بنقول الام لما تيجي تبص على الكارب تشويسز حوالي 12 شريحه من الشيبسي ده او الحاجات اللي فيه ديك، 12 واحده يعتبروا 1 كارب تشويس. ففي الدريتوس هنا في قد ايه؟ لو بصينا التوتال كارب 18 جرام وفي فايبر واحد، اما نطرحهم 17 يعني قريبه من ايه؟ من 15. طيب بالنسبه للشيبسي واللايز الشركه دي مثلا، ادي شوفوا الكارب قد ايه، 15 ونطرح فايبرز 14 يعني تعتبر 1 كارب تشويس. برضو كام؟ حوالي 15، بيقول لي 15 شيبسي يعني 15 واحده منهم. طيب بعد كده الشيتوز، الشيتوز العيال بتحب الشيتوز جدا والحاجات دي كلها. الشيتوز هو عامل زي الكاراتيه ده اللي هو حاجه مطوله كده، 21 واحده فيها 1 كارب تشويس 13 جرام تقريبا. طيب مهمنا جدا اما اجي ابص على الفود ليبل ان انا الحاجات اللي فيها اللي يهمني ابص على التوتال فات والساتوريتد فات والترانس فات والكوليسترول والصوديوم، الحاجات دي اخد منها الارقام الصغيره، لكن اخد الارقام العاليه من الفيتامين اللي فيها سواء فيتامين اي سي والكالسيوم. طب الكلام ده ليه؟ لان احيانا مثلا الام بتدخل في مقارنه حاجتين زي بعض، عايز الكيس مثلا دريتوس ولا عايز شيبسي ولا عايز مش عارف الشوكولاته الفلانيه او عايز كذا، طب تديله مين فيهم؟ نقول لها بص على الحاجه دي اللي هو البرسنتج اوف ديلي فاليو. البرسنتج اوف ديلي فاليو عشان ما لخبطش حضراتكم، احنا عايزين الرقم يبقى فوق 5 واقل من 20. هو بيقول لي احتياجاتك لكل 2000 كالوري قد ايه، فاحنا عايزين الحاجه اللي هناخدها اذا كانت اقل من 5 يبقى قليله تمام، 5 فيما فوق يعتبر في المعقول، وصلت الى 20 او اكتر بقت عاليه، يبقى عايز اقل من 20 يعني من 5 ل 20. يعني مثلا لو جيت هنا بصيت يا ترى الصوديوم هنا كام؟ 20%، ده عالي، يبقى هنا الحاجة دي مثلا فيها كمية صوديوم ايه؟
عالي الولد لو هو هايبر تنسف او عنده اي مشاكل بالنسبه للصولت، لا بلاش الحاجه دي، يبقى اخد حاجه اللي فيها صولت قليل. طيب انا عايز فيتامين سي او فيتامين اي او كذا، اجي ابص هنا ابص الفيتامين ايه قليل، الفيتامين سي قليل، لكن الكالسيوم 20%، يبقى لو محتاج كالسيوم يبقى الحاجه دي هتناسبه كويس قوي لان فيها كميه كالسيوم ايه كفايه. طيب فدي اللي بيسموها برسنتج اوف ديلي فاليو. بعد كده في عندنا فود ما فيهاش كارب خالص لكن بتتاثر على الكارب بطريقه مختلفه تماما، هما حاجتين اللي هو البروتين والفات. البروتينز عندنا لو نستعملها اذا سمحتم، الدواجن بنستعملها منزوعه الجلد قبل طبخها او شويها، يعني هتبقى زي الارنب بياخدها من بتاع الفراخ مسلوخه تمام، وقبل ما تتبلها او تحطها في الشوربه تبقى بدون الجلد بتاعها. طيب عايزه تحمرها العيل يبقى على الجريل او على شواية او اي حاجه، لكن ما ينفعش بزيت او الكلام ده كله دلوقتي. الحاجه الثانيه اللحمه تبقى ستيك، الاسماك تبقى مشويه او طواجن بالخضار. البروتين هل الولد لو عنده رينال امبيرمنت او عنده نيفروباسي او مايكرو البومينوريا هل نعمل ريستريكشن البروتين عندنا في الاطفال؟ لا، بنديله اللور ليفل اوف بروتين ريكويرمنت بتاعته في كل الجايد لاينز كده. بعد كده عندنا الفاتس، الفات عندنا لازم اخد بالي ان انا ازود المونو انساتوريتد فاتي اسيد والبولي انساتوريتد واقلل الترانس فات والساتوريتد فات. طيب ليه؟ لان البولي انساتوريتد والمونو انساتوريتد فاتي اسيد جود فات فور ذا هارت. الحاجه الثانيه بتقلل البلد كوليسترول، ودي امثله للبولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هي قدام حضراتكم دلوقتي. طيب المونو انساتوريتد فاتي اسيد برضو كل ده هيلثي فات، واحسنهم اللي هو الكانولا اويل. ده الكانولا اويل عارفين هو ده ايه؟ اللي هو الزيت الحار، الزيت الحار اعلى قيمه من الاوليف اويل. طيب بعد كده الترانس فات بقى والساتوريتد فات، دي فيري باد فات لازم نقلل منها، ما تزيدش عن 10% من التوتال كالوريز بير داي. زي كل ده ساتوريتد فات الزبده والحاجات دي كلها واللحمه الملبسه والفاست فود. الترانس فاتي اسيد كل ده في الزبده زي ما انتم شايفين اهوك، والطعميه اللي بتتقلي في الزيت زي ما انتم شايفين، وكل الباتيه وغيره والحاجات اللي هو الكيكات والحاجات دي. طيب السكر هل مسموح ان انا استعمله ولا لا؟ في الحقيقه مفيش مشكله لان السكر اذا داي ساكرايد مش مونوساكرايد بالنسبه للسكروز. طيب بنستعمل قد ايه؟ احنا بالنسبه لنا هو ما بيأثرش على الجلايسيميك كنترول بالمقارنه بنفس الكم من بقيه الستارش، لكن الجلايسيميك اندكس اعلى شويه وهنعرف دلوقتي. بعد كده ما بيزيدش عن التوتال ديلي انرجي انتيك، وهو المسعف في حالات الهايبوجلايسيميا. الفيتامينز والمينرال زيهم زي الجنرال بوبوليشن عادي جدا. السولتس احنا كشعوب شرقيه معظمنا عندنا اسراف في السولت انتيك. طب احنا محتاجين سولت قد ايه؟ في اول سنه مفيش جايد لاينز بتقول احنا محتاجين سولت قد ايه على الاطلاق، مش مفيش اي حاجه مكتوبه، لكن السولت انتيك من سنه لثلاث سنين 2.5 جرام سولت بير داي، من بعد كده من اربع سنين لحد ثمان سنين 3 جرام، بعد كده 3.8 من 9 سنين فيما فوق. طيب الارتفيشال وانتنس سويتنرز، الام تقول استعمل السكر دايت في تحليه الحاجه، ده طبعا ما فيش مشكله فيه على الاطلاق ادام في الاحتياجات العاديه بتاع الطفل، ولو هياخد يعني صودا دايت اي حاجه من دول مسموح بيها. طيب ازاي الام تعمل الاكل؟ لازم تفهم الهرم الغذائي بتاعها، ان احنا بتزود من الجزء اللي فيه البيز ده اللي الستارش بانواعه، وتقلل دايما من الاويلز اللي موجوده فوق الشوكولات والحاجات السويتس والكلام ده. طيب الجلايسيميك اندكس لازم تبقى عارفه وهي بتختار النوعيات اللي هي هتستعملها، ان هي تستعمل الحاجات اللو جلايسيميك اندكس. يعني ايه كلمه جلايسيميك اندكس؟ كل ما كان الاكل بيرفع البلاد جلوكوز بعد ساعتين اعلى، كل ما يكون الجلايسيميك بتاعته زياده، يعني بيبقى رابيدلي ابسوربد، يبقى هيكون الجلايسيميك اندكس بتاعته عاليه. كل ما يكون يعني سلولي ابسوربد كل ما يكون الجلايسيميك بتاعه اقل، زي ما انتم شايفين الكيرف الاحمر ده هاي جلايسيميك اندكس، الكيرف الاخضر لو جلايسيميك اندكس. بعد كده الجريدز اوف جلايسيميك اندكس عندنا ببساطه شديده، الناس اللي هم اقل من 55 جلايسيميك اندكس، او اسف المأكولات اللي اقل من 55 ده لو جلايسيميك اندكس، من 55 ل 70 انترميديت، فوق ال 70 ده يعتبر هاي جلايسيميك
اندكس، ودي الجلايسيميك اندكس لبعض الحاجات طبعا مقارنه بكل ده بالجلوكوز. شايفين هنا الرز الابيض الجلايسيميك اندكس بتاعه كام؟ 72. الرز البسمتي 58. لو بصينا هنا للعيش الابيض 70 الجلايسيميك اندكس، العيش اللي هو الميكسد بتاع الحكومه 45، عشان تعرفوا الحكومه بتعمل عيش عشان تبسط الشعب. طيب يعني ايه كلمه جلايسيميك اندكس؟ جلايسيميك اندكس لما اقول مثلا السباكيتي جلايسيميك اندكس بتاعتها 37، معناها ايه؟ ان عندي 37 من كم الكارب الموجود في السباكيتي بيبقى وصل للبلاد خلال الساعتين الاولانيين، لكن الباقي بعد كده بيوصل ليتر اون. طيب بعد كده انا شبه اخلص اهو، يعني الموضوع طويل، انا والله بجري. انا بجري. بعد كده ايه اللي بيخلي الاكل واحد هاي جلايسيميك اندكس او لو جلايسيميك اندكس؟ في الحقيقه اهم حاجه طريقه الطبخ، دي هتخلي الريت اوف دايجيشن اخباره ايه؟ كل ما كان الريت اوف دايجيشن اسرع يبقى الابسوربشن اسرع، جلايسيميك اندكس يبقى عالي والعكس صحيح. الفاكتورز بتاثر على الجلايسيميك اندكس، كل ما كان الاكل الجلوكوز اللي فيه عالي كل ما يكون الجلايسيميك اندكس عالي، الفركتوز يبقى اقل. طيب اللينير ستارش زي ما قلت دلوقتي المكرونه السباكيتي والشعريه الجلايسيميك اندكس بتاعتها اعلى من بقيه انواع المكرونات، وعدم وجود الفايبرز بتعلي الجلايسيميك اندكس، البروتين والليبيدز بتقلل الجلايسيميك اندكس. الريفايننج اوف جرينز يعني لما تيجي تقعد تهرس في الحاجه وتفرم فيها وتعمل فيها انت بتزود الجلايسيميك اندكس ايه بتاعها. تقشير الفاكهه هيزود لك الجلايسيميك اندكس، العيل ياكل الفاكهه بقشرها بس مش ياكل البرتقال بقشره. انا جالي عندي عيل عنده بيرزيستنت فوميتنج، ليه؟ الام فهمت ان هي قاعده تاكله دلوقتي برتقال عشان الايه؟ عشان الكورونا، فبتدي له البرتقال بقشره. الواد عنده بيرزيستنت فوميتنج وهايبر اسيديتي عنيفه جدا، بتاكله البرتقال بالقشر بتاعه. لا مش للدرجات يعني. الكوكينج حكايه الطبخ لازم نقول للام تبقى الحاجه مش يعني مستويه بزياده، الله يكرمك، يعني تبقى حاجه ايه، مش هنقول نص سوا يعني، ما تكونش ايه الاكل مستوي بزياده. برضو التقطيع والحاجات دي كلها والعصر بتاع الاكل كل ده بيزود الجلايسيميك اندكس. هنشيل نعدي المثال ده. الجلايسيميك لود بقى ده مور اكيوريت عن جلايسيميك اندكس، لان ده كوانتيتيف وكواليتيف. بيتحسب ازاي؟ وهنشوف في ابلكيشنز كتيره جدا على الموبايل هنقولها دلوقتي. الجلايسيميك اندكس بتاع الحاجه بنضربها في الكارب كونتنت على 100 هيطلع لي الجلايسيميك لود. مثلا عندنا 100 جرام من التفاح الجلايسيميك اندكس بتاعه 38 وبيحتوي على 13 جرام كارب، يبقى الجلايسيميك لود كام؟ 5. نفس القصه هنا، هوك البطاطا 63 وفي 14 جرام، كل ده لكل 100 جرام يبقى الجلايسيميك اندكس 9. طب الجريدز بتاع اللود 9، الجلايسيميك لود بقى الجريدز بتاعته كام؟ اللي هو 10 او اقل ده لو جلايسيميك لود، 11 ل 19 انترميديت، اكثر من 20 او 20 يبقى هاي جلايسيميك لود. والموبايل شال ده كله وحاطط الكلام ده بالوان عشان الامهات برضو اللي مش عارفه، حاطه الاخضر والاصفر والاحمر زي اشارات المرور بالظبط. الكلام ده برضو مهم في ان هي تختار الحاجه اللي هي هتديها للعيل. مثلا في فاكهه في البيت، في موز وفي بطيخ، كويس كده. طيب هنيجي الولد عملوا له ايه هنا؟ ادي 120 جرام من البطيخ وادي 120 جرام من الموز، نديله مين فيهم افضل؟ هنبص الاول لو بصينا على الجلايسيميك اندكس هنلاقي بتاع البطيخ 72 بتاع الموز كام، يبقى مين الافضل؟ ندي الموز بقى لان ده له جلايسيميك ايه اندكس، كويس. لكن ما اجي احسب بقى اللود هنا هيبقى 6 جرام هنا كام؟ 20 جرام، لا ياكل البطيخ احسن، تمام كده. طيب ماشي. طريقه الطبق بقى لازم الام تعلمها ازاي تعمل الطبق للعيل. وطبعا حضراتكم لو تشوفوا في اي اوتيل حضراتكم بتاكلوا فيه هم عاملين الطبق بنفس الطريقه دي، كويس. اذا كان الاكل اون تيبل بيجيب لك الطبق بنفس الطريقه دي، نص الطبق
بنقسمه هنحط فيه السلطة الخضراء. النص التاني بيتقسم نصين هيتحط فيه بقى ادي البروتين وادي في النص التاني بقى الجرينز الستارش غيره كل ده. ده شكل الطبق. طبعا في مثلا فاكهة هتبقى معاه، في منتجات ألبان هتتحط، كل ده في الاخر بيتحسب. طيب يا ترى الطبق بالنسبة للعيل نديله الطبق اللي هو 10 انش ده ولا الصغير شوية؟ الصغير افضل عشان يملى عينيه الاكل يبان فيه، يبقى ده الافضل. كل ما يكون اكل في طبق صغير هيبقى مالي الطبق، يبقى الاكل هيبقى افضل. بعد كده ايه الحاجات اللي بتاثر على الجلاسيميك كنترول؟ مهمه جدا، قلنا البروتين والفات. كان زمان في مشكله كبيره جدا الاطفال اللي بياخدوا هاي بروتين او هاي فات دايت، كان حلهم ايه؟ الكلام ده هو زي ما انتم شايفين في الريفرنس تحت من سنه 2001 في الـ ADA guidelines. كان الحل في هذا التوقيت ان العيل بياخد الانسولين بعد الاكل مش قبل الاكل، يعني اذا كان الاكل هاي فات او هاي بروتين ياخد الانسولين بعد الاكل مش قبل الاكل. طلعت مدارس ثانيه في هذا التوقيت قالوا طب يدي نص الجرعه قبل الاكل ونص الجرعه بعد الاكل، لكن ما كانش فيه حسابات لحد ما ظهر الفات والبروتين كاونتنج في السبايد جايدلاينز 2018. بالنسبة الكلام ده ليه كان مهم؟ لان وجدوا ان الاطفال بتوع التايب 1 دايابيتس كلهم عندهم جود جلايسيميك كنترول كويس مع التثبيت والكلام ده، لكن العيال بدأوا يعانوا منين؟ من اوبيزيتي. وبرضو احنا بنخاف من الاوبيزيتي عشان مين؟ عشان التايب 2 دايابيتس. النقطة التانية في عندهم ليت بوست برانديال هايبر جلايسيمي. من هنا بقى قالوا هنعمل الاتي، لو في عندي هاي فات وهاي بروتين دايت وعملت ليت بوست برانديال هايبر جلايسيميا زي ما انتم شايفين كده، الحل ايه؟ قال لك والله لو القصه كلها فات، الفات اللي بياخده ده لقيناه في الاكل اكتر من 40 جرام، وده هيعرفه منين؟ من الفود ليبل اللي موجود. الفات اللي موجود في الدايت دي اكتر من 40 جرام هياخد البري برانديال او البرانديال انسولين عادي الجرعه اللي هو بياخدها، لكن بعد الاكل بساعه هنديله 30% من البري برانديال دوز. مثلا هو بياخد 10 وحدات قبل الوجبه دي، طيب بعد ما الوجبه بساعه هنديله كمان 3 وحدات، يبقى اديله 30 ل 35% من البرانديال دوز. كلام واضح؟ طيب امال بقى لو في بروتين، والله البروتين اذا كان اقل من 75 جرام، و75 جرام ده بروتين عارفين كوزن كام؟ اضربه في 3 من اللحوم والكلام ده كله، ده ينضرب في 3. قال لك لو معاه كارب او ما معهوش كارب، طب اذا كان معاه كارب الكارب دي قد ايه؟ اذا كانت الكارب اقل من 30 جرام مفيش مشكله ما بنغيرش من الدوز، او مفيش كارب، يبقى لو الكارب موجود اقل من 30 جرام اكن مفيش، يعني اقل من نقطتين، طيب مفيش ادجستمنت للدوز. لو اكتر من 30 جرام او 30 جرام في الحالة دي هنزود كام؟ هنزود من 15 ل 20% من الدوز هياخدها برضو ساعة بعد الوجبة دي. طيب ازاي بنحسب بقى الفات بروتين يونت؟ احنا عندنا الوان فات بروتين يونت 100 كيلو كالوري، على اساس ان كل جرام بروتين فيه 4 كيلو كالوري وال 1 جرام فات 9 كيلو كالوري، فبنشوف قد ايه من البروتين والفات ونحسبهم مع بعض، كل 100 فيهم 1 فات يساوي 1 فات بروتين ايه؟ يونت. ده بقى ليه؟ عشان نحسب كميه الانسولين اللي احنا محتاجينها بالفعل قد ايه، وده مهم جدا للاطفال بقى اللي على بامب، اللي هو على بامب عايز يشوف هيدي قد ايه، هيزود قد ايه على البولس اللي هو بياخدها. طيب بنجمعهم مع بعض ونشوف قد ايه كام فات بروتين يونت. هدي قد ايه بقى؟ قال لك والله المعادله دي الفات بروتين يونت بنضربها في الانسولين ريشيو، مش انسولين كارب ريشيو. ايه هي الانسولين ريشيو دي؟ الانسولين ريشيو هي كميه الانسولين اللي انا محتاجها عشان احرق 10 جرام اوف كارب. طيب احسب الانسولين ريشيو ازاي؟ 10 على الانسولين كارب ايه ريشيو هيديني ايه الانسولين ريشيو. ببساطه شديده هنحسب الفات بروتين يونت ونضربها في كام؟ في 10 على الانسولين كارب ريشيو. الفات بروتين يونت تنضرب في 10 ونقسم على الانسولين كارب ريشيو هتديني الاكستندد دوز اللي احنا هنديها من الانسولين. طيب الهوم مسج بقى،
اول حاجه ان احنا التكنولوجي، العالم كله بيتكلم على التكنولوجي بالنسبه للتايب 1 دايابيتس، لازم نستفيد. طبعا احنا عندنا هنا امكانياتنا ضعيفه جدا، فاول حاجه الموبايل اللي العيال بتلعب عليه طول النهار ده لازم تستفيد من الابلكيشن عليه. هيفتح البلاي ستور هيلاقي فيه ابلكيشنز كتيره قوي اللي انتم شايفينها دي، السعرات الحراريه، جلايسيميك اند لود، الكلام ده كله، كل ده موجود. احسنهم اللي هي دلوقتي نقطتين حمر كده اللي انتم شايفينها دي. لو جينا الابلكيشن ده مثلا فتحناه اللي هو اسمه جلايسيميك لود، هتلاقوا هنا شايفين حاجات بالاخضر وحاجات بالاصفر وحاجات بالاحمر. الحاجات بالاخضر دي فيري سيف لان الجلايسيميك لود بتاعها اقل من 10، اللي بالاصفر دي ما بين 10 فوق 10، يعني من 11 ل19 فوق 20 يديله الايه الاحمر. في كل حاجه تتخيلها موجوده بطريقه طبخها بطريقه كذا، اذا الفاكهه هتاخدها كذا هتقشرها هتعصرها هتعملها، كل ده كل محتوياته. طيب فلو فتحنا كده اي ابلكيشن من دول، مثلا ادي التفاح اهوك فريش فروت 35، نفتح كده على التفاح هنلاقي ايه؟ ادي التفاحيه اهوت بيقول لك الجلايسيميك اندكس كام؟ 35. الكارب بير 100 جرام 13.8، البورش اللي هو الجلايسيميك لود 4.83، كويس، لو جلايسيميك لود. وكم البروتين والفات والكلام ده كله تحت هواك، البروتين والفات اللي موجوده والكالوريز اللي موجوده في البورشن اللي انت بتاخده ده، فده هيفيد جدا. الحاجه الثانيه لازم العيان يتعود يكتب الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ان العيان ما يدونش كل الداتا بالنسبه لنا في التايب 1، بمعنى قبل كل اكل لازم يقيس سكره الاول، لان على اساس السكر اللي القياسات دي هيطلع لي الاتي، ان انا هشوف قد ايه كام كارب تشويسز هديهوله، تمام، كام نقطه اكل هياخدها، وكام وحده انسولين هياخدها، كل ده لازم يدونه. وفي نفس الوقت لازم يكتب هل هو عمل اكسرسايز ولا ما عملش اكسرسايز. ولازم في الاطفال الصغيرين نحسب الاكشوال كونسيومد اماونت. مثلا طفل زي كده شايفين علبه دانت قدامه اهو، يمكن كل معلقه والباقي وقعت على الترابيزه، تمام، مش هنحسب له عليه علبه الدانت كلها، تمام. طيب لازم نتعود ناكل، نخلي العيال ياكلوا يعني ايه بهدوء، نسلوه معنا عشان يحس انه بيشبع، مش العيل قوم هف في الطبق في دقيقه فين بقيه الاكل خلاص، ودي الخناقات كل يوم في البيوت الاطفال دول. طيب مش كده يعني، بلاش الطريقه دي في الاكل كده، ما هيهف النقطتين الاكل في معلقتين وخلصنا، او بايديه زي ما انتم شايفين كده. فلازم ياكل وهو مستمتع ريلاكسد، وزي ما انتم عارفين المقوله دي eating well while eating right is half of the fight and thank you.